السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا والاخوة راح نديرو افطار في الصحراء، اليوم السادس من رمضان 2022. راح نفطروا في البر ان شاء الله، هذا المجمع الكريم اخ عبد العالي. راح نديرو ان شاء الله كبسة بالارز، راح نديرو الجاري الجزائري، جاري واد سوف، جاري الصحراء، كملتين ان شاء الله. ما شاء الله، هذا الجاري الشرمة والجاري، الجاري نقولو له الجاري هنا في واد سوف، هذا الجاري. تيضا تحضر الكبسة. الله يبارك. هذه راح نديروا بها الكبسة والرز إن شاء الله. وهذه بلاصة خبز الملة. هذا النوري. وهذه كبسة التجاري إن شاء الله. كاستي. شبيك ربي يهديكم انت، مازال عارف كدا، مازال 22 دقيقة، مازال غير خلي رجع اصبر قريبا 22 دقيقة مازال. هذه الدقلة الجزائرية، هذه خبزة الملة، هذا الأخ عبد العالي الطباخ تاعنا. واش جبت لنا عبد العالي؟ واش جبت لنا؟ هذه كم يد هان ولا شيء؟ سي صالح أو قريب المغرب. خلطة خلطة النوري تاعي خلاص. ها قهوتك يا صالح. كميتي يعني دائما حاضرة في الوجبات في رمضان وفي غير رمضان. التاي الصحراوي دائما طبعا. ما شاء الله. الخال التحضيرات. يحضر بقر العرار الأخ فتحي والنوري. الغروب راه قريب، غروب الشمس درت حوالي ربع ساعة على غروب الشمس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. تقبل الله صيامكم يا جماعة، تقبل الله صيامكم.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاكم دبولي كراول شربها شربها وين الجطاب عطوا الجطاب هذا بحر رقيق والله ما نشتري كذا فاتح حوايج قدي ما نزيد حاضر وسط لا جواش ياسر كم قلت لك ثلاثة فواكه قد نشوف بيت بيت صف المعرفة صفا مشوح كونا زمن ندوس تعرف اسمك يا جماعة وجهك يا جماعة وجهك يا الليلة ما تعرف ايه وشيش شو شوفوا هاسي هوايج مش على الهواء وشي عصيدة تصرف فيه ما عرفش باش تشربها عصيدة افهم بقى انت بغي بريك فار نزم مش فار انا وانا زم ذات شي ثم مش على عبيد لا اخرى ثم شك محس بالرغم منه ما بديش يسل ما بديش يسل من اللي يجب هذا 2014 بدأ في تحضير الكبسة للسحور. هذه توابل شفتها. نعم. ايوه. لعملية تتبيل. قلت لك السكشن اللي قالت لي. ما شاء الله. ما شاء الله. ولا إله إلا الله. لا قوة إلا بالله. هيا كريمة جاي وجه النجاح وجه. جاي لي بالحفرة. وجه صافي شو بي. أو سجل. يا ربي بارك. صالح هذا ما عندك شي مسلم في التاكسي مسلم الو مسلم
نكسرها كعادي نجيبوا بها شد قول امك الزبراج اللي خذوها جو عالم يا هاي جو عالم قلت لكم كودنا الخميس هذا انا عشنا القديف هذا هاك يا الشيخ فتحي تربى حتى خير وخير خير هذه خيرة هذه خيرة ما لقيتهاش شي زفرة اللي قدامك اللي قدامك تشي الله وعلي ما طابو بزيد النور نوري عاوز ذكر جيب لي هالم ما مسعد نوري اللي قلنا نكتوم النور جيك ايه الصح اللي قالوا لي عليه قال لي كيف طايس ايه بلاك نجوه هذا بعد العيد نجوه برضه هادي ما شاء الله جو بارد ربي يبارك النار اللهم في هذه الأيام المباركة أرزق أصحابي وأحبابي ورفاقي الذين أحبوني فيك من الخير أوفره ومن العفو أعظمه ومن العمر أجمله اللهم أكتب لهم محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور واغفر لهم وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب ووالديهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في اليوم السادس من غرة شهر رمضان الكريم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل متابعي صفحة أهل البر والمقناص. تقع هذه شكرا الاخر هذه شكرا هذه فكرني بك انت عجيب هذه الحطة تاع الكبسة اللي من فاتتهم المشاهدة هذا هو هدف المنتخب الجزائري دهمني بعد خطأ في الدفاع وتوزيع بسمتي هذا أرز بسمتي الأفضل في الكبسة وعلى العموم هذا الأرز الأفضل في كل شيء هذا هو الأرز الهندي المهم كون تاع شركة بسمتي هذا ليس إشهار مدفوع بل حقيقة تقال وهذا هو كريمة هابا والله يا الميخ اللي كليت اليوم ترمى نقول والله ما كليت صحتك هاي يا أمي وش رايك صحتي صب علي شنو الكبسة هذا المكان راح نحطه فيه الكبسة البر والهدوء ما شاء الله تبارك الرحمن ما نلعبش بعشاها. ما هو زودنا هذا تطير. ساهم. الله يعطيك الصحة. وقت الوقت. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك. الله يبارك. كم يا. على الكتان رجلي. شوف اللحم كش خرج. ما شاء ما شاء الله ما شاء الله. هزها. لازمنا. جيب طبة ولا حاجة. بدك تحرق روحك. روح هز من وغادر. أوه ما شاء الله الله بسم الله بسم الله صلاة عليك رسول الله الله يبارك سخانة كبيرة ما شاء الله ما شاء الله
هات مغرفة. شوف كمية الأرز كيفاش. أه؟ كان مغرفة. سموه عندكم هذا فرس النبي. أوه هذا بلهجتنا المحلية مهري خوالي. خوالي. مهري خوالي هذا. والله خرب تاعك يا مفترس عمالي. واشي. حطت اللحم ها. بسم الله بسم الله. واشي الأخ بلال. صحة وسلامة. عاملة. هذا التحبيب ما شاء الله. أوه كريمة. ما شاء الله. ما شاء الله. جي جي اش كنت تبغي؟ مولا تاع ما 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 بعد عن هذاك وبعد عن هذاك. صحة وسرار. صحة وسرار الخو. الله يسلمك شوف. ها مركزين يا جماعة. صحة صحتكم قولهم. روح. بعد نوريكم لك هات لي كاس تاي فهمتني؟ حط التاي فيها وسط. هاي. هات اللحم هو تم كريم صار وين اللحم؟ تلقاه ورا الكرة الكراسة ها؟ أو تشالي تم بابا. يا بابا هنا سما انتهت سهرتنا قمنا وتسحرنا ورانا رايحين. ملاحظة دائما اللي يسهر في مكان في الصحراء أو حاجة ينظف المكان تاعه خاصة من الأشياء تاع البلاستيك، يقوم بتنظيفها وحرقها أو يهزها معاك في ساكة وديها للمزبلة لحدى البيت تاعك أو في المدينة، يعني يقوم بتنظيف المكان اللي قعدت فيه. وصحة سحوركم وصحة رمضانكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. النظافة من الإيمان. والسلام عليكم. وصلت لنا السيارة أرست التغريس. هاي يا شباب هاي 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 واحد قريب قريب روح.